صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 31 لسنه 2024 بتعيين مدير في وزاره المواصلات والاتصالات وذلك بناء أن على عرض وزير المواصلات والاتصالات جاء فيه تعين السيده فدوى عبد العزيز يعقوب زيد مديرا لاداره مشاريع النقل البري في وزاره المواصلات والاتصالات.